السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جروبنا مستلزمات الكروشيه والتريكو لكي تكوني محترفة. النهاردة هعلمكم ازاي تستخدموا نول الورد، ودي مكونات النول ومعاهم ابرة تشطيب. النول سهل جدا وبيبقى معاه كتالوج. النول زي ما انتم شايفين ان هو بيعمل ورد. الورد ده هنستخدمه مثلا انت تحطيه على بلوزه، ان انت تجددي بيه بلوزه، ان انت ممكن تعملي كميه ورد وتعمليها على شكل خدوديه، او ان انت تعمليها لشنطه، او تعمليها لمفرش سرير او سكارف، وممكن نعملها لشال. وده الكتالوج بتاعها وشرح فيها الخطوات. دلوقتي انا هبدا معاكم واحده واحده نشتغل. اول حاجه هنشتغل مثلا على القطعه دي، بيبقى فيها سنون، هنثبتها فيها وبنجيب الخيط بتاعنا، اي خيط عندك رفيع او تخين هيتحكم في نسبه في هيتحكم تتحكمي فيه في نسبه اللفات. اول حاجه هنلضم الخيطه كده، ونركبها هنا. بقت شكلها كده، وهمسكها كده وهمسك النول كده. خلي بالكو ان احنا بنشتغل السنون قدام بعضها. انا هبدأ من هنا اهو كده اهو، سن قدام سن. لحد ما نوصل لنقطة البداية، اللي احنا اشتغلنا عليه. ممكن نعمل لفة كمان لان الخيط رفيع. لحد ما نوصل لنقطة البداية كده. ادي انا كده خلصت لفتين في كل سطر. اوكي، وهرجع اثبته كده عشان اعرف ان انا اثبت الوردة بتاعتي من النص. وفي طريقتين هنعملهم. ادي هنا هنشتغل طريقة، وانا اشتغلت لكم عينه هنا هوريكم شكل تاني للورده كده. بعد ما خلصنا ده فتله النهايه، وللمربوطه دي فتله البدايه.
هنسقطها تحت كده، او نشدها من هنا، ودي بردك، وهنيجي هنا ونربطها. وهنيجي بإبرة التفنيش نلضم لون تاني، ونثبت ننزل الشغل لتحت. انا عملتهم 3 لفات عشان يبقى الشغل الوردة بتاعتي ظاهرة، عشان الخيط رفيع، لو خدت خيط نعملهم لفة او 2. اوكي، هنيجي من تحت كده ونحاول ان احنا نظبطها في النص. نيجي هنا اهو ونعمل كده، ونيجي بردك من ورا ونيجي من هنا من قدام السن. ونيجي من النص بردك نخش هنا لغاية ما اكملها للآخر. انا كده خلصتها، واخر كده اخر فتلة ممكن نطلعها كده، بما ان احنا كده كده خلصنا الوردة. بس كده كده ثبتناها كويس. ادي كده شكل الوردة بتاعتي بالحجم الصغير، ده الشكل. انتظريني ان انا هوريكم شكل الوردة التانية.